بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير للجميع، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اليوم موعدنا مع المحاضرة الأولى من محاضرات الثقافة الإسلامية. زي ما أنتم شايفين على الشاشة أمامكم، هذه أهم موضوعات الوحدة الأولى. ماذا سنتكلم في الوحدة الأولى؟ الوحدة الأولى عنوانها كما تشاهدون مفهوم كل من الثقافة والثقافة الإسلامية. إذا بدنا نشوف شو تعريف الثقافة، وبعد أن نعرف الثقافة نأتي إلى تعريف الثقافة الإسلامية. إذا الثقافة بشكل عام، ثم بعد ذلك الثقافة الإسلامية. بالتأكيد لما نعرف الثقافة بدنا نقف مع تعريف الثقافة لغة، حيث اللغة، ثم بعد ذلك نتحدث عن تعريف الثقافة اصطلاحا. سنجد هناك تعريفات كثيرة، لكن سنأخذ إحنا أبرز هذه التعريفات، بعض التعريفات البارزة للثقافة. نأخذ أقدم هذه التعريفات، تعريف إدوارد تايلر، نأخذ تعريف منظمة اليونسكو، ونأخذ كذلك تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ثم هناك عندنا تعريف عام. هذه ليست كل التعريفات للثقافة، وإنما الثقافة لها تعريفات أكثر من ذلك. ثم بعد أن نقف مع هذه التعريفات، نريد أن نوجه بعض الانتقادات لهذه التعريفات. هل هذه التعريفات يعني شاملة؟ هل هي تعريفات دقيقة ولا تعريفات ناقصة؟ نعم، سنجد أنها تعريفات ناقصة. ثم سنقف مع التعريف الذي أتى به مؤلف الكتاب للثقافة، وهو تعريف جامع مانع وتعريف دقيق وفيه تأصيل علمي جديد. هذا هو التعريف الذي أمامنا للثقافة. ثم بعد ذلك سنشرح هذا التعريف، كل كلمة في التعريف لها معنى. مفهوم المعرفة، تقسيم المعرفة، المعرفة المكتسبة، الجانب المعياري، ثم بعد ذلك الثقافة السلوك، ثم أقسام الوجود وأقسام المخلوقات وجوهر الثقافة. إذن هذه هي أهم الموضوعات التي يعني تتضمن الوحدة الأولى، اللي هي عنوانها كما تشاهدون أمامكم، اللي هي مفهوم كل من الثقافة والثقافة الإسلامية. أنا لن آتي اليوم في الحديث عن وصف المساق وخطة المساق أو توزيع الوحدات على الأسابيع. أعتقد أنني في الأسبوع الماضي للطلاب الذين شاركونا هذا الاجتماع منذ أول يوم تحدثت عن هذه الأمور، والطلاب الذين فاتهم مثل هذا الأمر يعني يحضرون معنا لأول مرة، أو الطلاب الذين سيأتون فيما بعد، فبإمكانهم الدخول إلى منصة مودل. في منصة مودل الحقل المخصص لطلاب محمد المفتي ستجدون يعني كل هذه الموضوعات. في عندنا هناك فايلات، ادخل على الرابط واطلع على وصف المساق وعلى خطة المساق وعلى توزيع الوحدات على الأسابيع وتوزيع العلامات وأعمال الفصل، كيف نرصد أعمال الفصل، وأيضا كذلك تطلعون على إيميل المدرس. وفيما يتعلق في موضوع الحضور والغياب، قلنا إلكتروني، يعني البرنامج هو الذي يسجل الحضور والغياب، ومتى دخل الطالب ومتى خرج الطالب وكم مكث في الاجتماع. وأيضا في نهاية الفصل بعطيني يعني هذا البرنامج رسم بياني لنشاط كل طالب فيكم في حضوره كاملا. إذا موضوع النشاط والحضور والغياب هو تسجيل إلكتروني، التفاصيل موجودة في منصة مودل، وكذلك فيما يتعلق بالكتاب المقرر. هذه هي موضوعات كلها يعني تحدثنا عنها وهي موجودة على منصة مودل. وكما أشرت لكم سابقا بأن منصة مودل هي حلقة الوصل ما بين المدرس وما بين الطالب، فدائما في كل يوم ادخل ولو لمرة واحدة على منصة مودل حتى تطلع على كل ما هو جديد.
إذن إحنا اليوم بدنا نعرف الثقافة. ما هي الثقافة؟ نبدأ في الكلام في البداية. نقول إنه مصطلح الثقافة ومن أكثر المصطلحات شيوعاً في الدراسات الاجتماعية والإنسانية. ما أكثر يعني مصطلح الثقافة والتعريفات عند المفكرين وعند العلماء والمؤلفين، ذكروا تعريفات متعددة، فهذا مصطلح اليوم يعتبر من المصطلحات الشائعة والذائعة في الدراسات الاجتماعية والإنسانية، وهو مصطلح يتم تداوله بين غالبية الكتاب والصحفيين ورجال الأعمال والسياسة، وكذلك عند عامة الناس. وهنا أريد أن أشير إلى أن الثقافة ومصطلح حديث، يعني ليس من المصطلحات القديمة، إنما هو مصطلح حديث، يعني بمعنى أنه مصطلح معاصر. استخدامه أعتقد أنه لا يتجاوز القرن الواحد. ومعنى كلمة القرن الواحد يعني 100 سنة، يعني مصطلح متداول من 100 سنة. قبل 100 سنة ما كان عندنا مصطلح الثقافة، وهذا المصطلح هو مقابل لفظ culture في اللغة الإنجليزية. في اللغة الإنجليزية culture اللي هي الثقافة، ثم بعد ذلك يعني تم ترجمة هذا المصطلح إلى اللغة العربية فقالوا هو ثقافة. إذا انتقل هذا المصطلح إلى أدبياتنا العربية بعد أن ترجمت الكتب الغربية، لما المسلمين ترجموا الكتب الغربية في المؤلفات الإنسانية والمؤلفات الاجتماعية، وضعوا يعني لفظ ثقافة مقابل كلمة كلتشر كما ذكرت قبل قليل. أيضا في هذا المجال أحب يعني أن أنوه إلى مظاهر أهمية الثقافة. يعني إحنا نقول أن الثقافة مهمة، ومن مظاهر أهمية الثقافة اليوم هو كثرة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تنتسب للثقافة. يعني عندنا مؤسسات كثيرة سواء كانت لها طابعها الرسمي يعني الحكومي، أو مؤسسات غير حكومية أو غير رسمية، كلها تنتسب للثقافة، بالإضافة إلى الصحف والمجلات. عندنا هناك وزارات اليوم، يعني الحكومة عندما تشكل الوزارات يعني في هناك وزارة اسمها وزارة الثقافة. يعني كل هذا يدل على أهمية الثقافة. ما أدري هل أنتم متابعون معنا؟ أنا بين الحين والآخر أتوقف بس حتى أعرف أنه في هناك متابعة. طلاب وطالبات اللي فتحت لهم المايك إذا سمحتوا بس أعطوني إشارة. نعم دكتور معك. تمام. نعم دكتور. عدد الطلاب الحمد لله الآن العدد يعني يتحسن، أصبح عندي في هناك 70 طالب وطالبة من أصل 100 طالب أو 105 طلاب. إذن العدد الآن في ارتفاع. الآن المحاضرة دخلت 10 دقائق، صرنا 10 دقائق في المحاضرة. إذن إحنا ما زلنا نتحدث في مقدمة عن موضوع الثقافة، لسه ما دخلنا في تعريف الثقافة لغة. هذه الثقافة أصبحت قضية عالمية، أخذت بعد عالمي الثقافة، واهتمت بها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هذه المؤسسة العالمية المعروفة والتي تنتمي لها يعني معظم دول العالم، أسست اليونسكو. اليونسكو هي اختصار لمنظمة تابعة للأمم المتحدة اللي هي منظمة التربية والثقافة والعلوم، هكذا اسمها، منظمة الثقافة والتربية والعلوم أو ما يعرف باليونسكو، هي تابعة للأمم المتحدة. عقدت أكثر من مرة عدة مؤتمرات ثقافية وعالمية،
وعندنا أيضا كذلك في هناك يعني مؤتمرات عربية على مستوى جامعة الدول العربية، أيضا عقدت عدة مؤتمرات ثقافية. إذا نقول أن الثقافة أصبحت قضية عالمية يهتم بها العالم كما يهتم بها العرب والمسلمون. لأن نأتي إلى موضوع التعريفات، أنا أشرت قبل قليل أنه إحنا سنجد هناك تعريفات كثيرة للثقافة كما تشاهدون أمامكم، يلاحظ كثرة التعريفات للثقافة، وإحنا لا نريد أن نحصر هذه التعريفات. لو بدنا نحصر هذه التعريفات يعني سينتهي المساق، وإحنا ما زلنا نتكلم عن تعريفات للثقافة، وإنما نأخذ بعض النماذج السريعة في تعريف الثقافة. إذن تعريفات للمؤلفين، تعريفات للمفكرين، تعريفات للكتاب، تعريفات جاءت في بعض المؤتمرات للثقافة وهي كثيرة، لكن نأخذ نحن نماذج من هذه التعريفات. ولم يتم للآن الاتفاق على تعريف محدد للثقافة. السؤال إنه في هناك تعريف محدد للثقافة؟ يعني بمعنى إنه اتفق الجميع أو العالم على تعريف محدد للثقافة؟ لا، وإنما هي عبارة عن اجتهادات. تعريف الثقافة هي اجتهادات من منظمات، من مؤسسات، على مستوى أفراد، مؤلفين، كتاب، صحفيين إلى آخره، رجال أعمال، رجال سياسة، رجال فكر، يعني كل يجتهد فيذكر تعريفا للثقافة. طيب الآن قبل أن نعرف الثقافة في الاصطلاح، لابد أن نقف مع تعريف الثقافة لغة. تعريف الثقافة لغة، من أين نجيب التعريف؟ من أين نأتي بالتعريف للثقافة لغة؟ الله أفتح على الشات أشوف. تبون بالله على الشات جواب عن هذا السؤال. يعني أنا لو بدي أشوف شو تعريف الثقافة لغة، إلى أي كتب يمكن أن أستقي هذا التعريف أو أخذ هذا التعريف؟ الثقافة لغة، ما أقول ولا طالب بكتب على الشات، تبون يا جماعة على الشات. من معاجم اللغة العربية تقول ربا، ممتاز، من معاجم اللغة العربية، صحيح هذا الكلام. إذن دائما أي مفهوم في اللغة إحنا نعود إلى معاجم اللغة العربية. إذا بدي أنا مفهوم أو مصطلح فقهي أعود إلى كتب الفقه، إذا بدي مصطلح في الحديث حديثي أعود إلى كتب الحديث، إذا مصطلح في العقيدة أعود إلى كتب العقيدة، وهكذا. إذن معاجم اللغة العربية. طيب معاجم اللغة العربية، من يذكرك بعض الأسماء لمعاجم اللغة العربية؟ بعض أسماء معاجم اللغة العربية وكثيرة، فقط على سبيل المثال اكتب إذا بتعرفوا على الشات بعض من معاجم اللغة العربية. لسان العرب، تمام، ابتهال. عرين تقول مختار الصحاح. لين المعجم الوسيط، صحيح. نعم، هذه بعض من معاجم اللغة العربية. تاج العروس مثلا للزبيدي، أيضا معجم مقاييس اللغة. المحيط للفيروز أبادي وغيرها. إذن هذه بعض معاجم اللغة العربية. طيب لو رحنا لواحد من هذه المعاجم، المعاجم اللغة العربية، حتى نعرف ما معنى الثقافة لغة. الثقافة هي مصدر من الفعل ثقافة، فعلها ثقافة. دائما بنرجع الكلمة إلى جذرها أو إلى أصلها الثلاثي. كلمة الثقافة تعود إلى ثقافة. لو بدي أعرف مثلا كلمة الحضارة فهي تعود إلى حضارة. إذن نأخذ الفعل الثلاثي أو أصلها الثلاثي، وهو يسمى
راح الصوت دكتور. هي مصدر من في انقطاع في الصوت دكتور؟ نعم صوتك انقطع. قطع رجع الآن، رجع الآن الصوت. أرجع. رجع الصوت، ممتاز. صار في هناك انقطاع يبدو، مشكلة في النت. طيب، إذن في هناك عدة معاني للثقافة في اللغة العربية. أنا بدي ألخص يعني هذه المعاني، أذكر أهم هذه المعاني. من معاني الثقافة في اللغة، أتكلم الآن في اللغة، أصل اللغة يعني، من معانيها التشذيب والتهذيب، التشذيب والتهذيب. ومن معانيها التقويم، ومن معانيها التعلم بسرعة، ومن معانيها الحذاقة، ومن معانيها الفطنة والذكاء والتأديب. لاحظوا كم معنى ذكرت، ذكرت عدة معاني للثقافة في اللغة: التشذيب، التقويم، التعلم بسرعة، الحذاقة، الفطنة، الذكاء والتأديب. إذن هذه يعني أهم المعاني اللغوية للثقافة. بعد ذلك أعود إلى، خلنا بالله إحنا مش حاطين عادة الشاشة الآن، الشاشة أمامكم؟ لا دكتور، مش شايفين الشاشة؟ لا دكتور، رجعت الشاشة الآن؟ عندي لا الشاشة واضحة أمامكم. ها طيب، إحنا ما زلنا في في تعريف الثقافة، في تعريف الثقافة. انتهينا من الثقافة لغة وأهم المعاني التي تدور عليها معنى الثقافة أو كلمة الثقيفة. عرفنا اللي هي المعاني التشذيب والتعلم بسرعة دكتور، والفطنة والذكاء والحذاقة والتأديب. نعم دكتور، أسف على الانقطاع بس ما في الشاشة مش مبينة عندي. كيف يا بنتي؟ الشاشة مش مبينة عندي. الشاشة مش مبينة عندك؟ لا. مبينة عندكم بقية الطلاب؟ طلاب الآخرين؟ دكتور واضح، واضح الصوت. أنا وعندي واضح. مشكلة المشكلة. المشكلة عندك. طيب، الآن نأتي إلى بعض التعريفات البارزة للثقافة. إحنا قلنا إحنا ما بدنا نأخذ كل التعريفات، تعريفات يعني حصرها يعني صعب جدا، وإنما سنأخذ نحن بعض هذه التعريفات. تعريف، تعريفين، ثلاثة، أمامنا أربع تعريفات: تعريف إدوارد تايلر، تعريف منظمة اليونسكو، وأيضا عندنا اللي هو تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وعندنا هناك تعريف عام. إذن تعريفات أربعة للثقافة نقف أمامها. أول تعريف بل هو أقدم تعريف للثقافة، أقدم من عرف الثقافة، اللي هو العالم الإنجليزي إدوارد تايلر، سنة 1871 ميلادي، سنة 1871 ميلادي. هذا إدوارد تايلر هو يعني يعد مؤسس لعلم الأنثروبولوجي الثقافي. شو معنى كلمة الأنثروبولوجي؟ أنثروبولوجي، اللي بيعرف بالله يكتب على الشات أنثروبولوجي. لما أقول هو مؤسس علم الأنثروبولوجي، هل سمعتم بعلم الأنثروبولوجي؟ أنا أعتقد أنه هو من أهم العلوم التي ينبغي على كل إنسان أن يتعلمها، علم الأنثروبولوجي. هذا ما هو علم الأنثروبولوجي؟ علم الأنثروبولوجي ولو علم الإنسان، صحيح يا ربا، وعلم الإنسان. بحثت عنها في جوجل يعني وجبت الإجابة، ولا هي موجودة عندكم؟ لا، ليس علم الإنسان، هو علم الإنسان، علم الأنثروبولوجي هو علم الإنسان. نعم، هذا الرجل الحقيقة هو مؤسس لعلم الأنثروبولوجيا الثقافي. إذن أقدم تعريف هو تعريف إدوارد تايلر، هذا من أقدم التعريفات، سنة 1871 ميلادي.
بماذا عرف الثقافة؟ هاي التعريف موجود أمامكم. قال الثقافة هي ذاك الكل المعقد الذي يضم المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والتقاليد وكل الإمكانات الأخرى والعادات التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع. إذن هذا التعريف الذي ذكره تايلر. ربا تقول الصوت يتقطع. هل الصوت يتقطع ولا المشكلة عند ربا؟ لا دكتور الصوت واضح. الصوت واضح. إذن يعني في هناك بعض الطلاب المشكلة عندهم. المشكلة النت ضعيف. لما يكون النت عند الطالب ضعيف ممكن راح يتقطع الصوت. طيب هذا التعريف الأول تعريف تايلر. طيب خلينا نأخذ التعريف الثاني. التعريف الثاني وتعريف منظمة اليونسكو. وأنا ذكرت قبل قليل إنه منظمة اليونسكو هي منظمة تابعة للأمم المتحدة. يونسكو هذا اختصار لها وهي اسمها منظمة التربية والثقافة والعلوم. الأمم المتحدة أسست هذه المنظمة وهي منظمة عالمية وأعتقد أن مقرها في باريس. طيب منظمة اليونسكو سنة 1982 عقدت مؤتمر وفي هذا المؤتمر خرجت بتعريف للثقافة. ما هو التعريف الذي ذكرته منظمة اليونسكو للثقافة؟ هذا التعريف موجود أمامكم. هي مجموعة من الأمور ذات الميزات المادية والفكرية والثقافية التي تتسم بالطابع الثقافي وتلك التي تقوم بدورها في تمييز مجتمع ثقافي ما أو تميز فئة اجتماعية معينة وتشمل الفنون والأداب وطرائق الحياة كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات والثقافة وهي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير في ذاته. إذن هذا التعريف هو تعريف منظمة اليونسكو. مؤلف الكتاب الدكتور عزمي طه حفظه الله تعالى لم يعجبه تعريف إدوارد تايلر ولم يعجبه تعريف منظمة اليونسكو وسجل انتقادات على هذين التعريفين. ما هي الانتقادات التي سجلها مؤلف الكتاب على هذين التعريفين تعريف تايلر وتعريف منظمة اليونسكو؟ يقول بأن يقول التعريفان السابقان يتصفان بسعة الدلالة، الشمول يعني واسعة جدا، يعني الأمر يعني واسع جدا في التعريف. الأصل التعريف يكون محدد، يعني كأنه يقول لنا بأن التعريف هذه التعريفات غير محددة للثقافة تتصف بسعة الدلالة. ويقول التعريفان السابقان لا يبينان لنا الميادين التي تتألف منها الثقافة وأيهما الأهم وأيهما الأقل أهمية. وذكر يعني بعض هذه الميادين لكن لم تبين هذه التعريفات أي هذه الميادين الأهم وأيهما الأقل أهمية أو أيهم الأكثر أهمية. كما ينتقد التعريفين فيقول التعريفان قاصران في فهم المشكلات الثقافية. يعني كل من التعريف الأول والتعريف الثاني ما ذكروا شيء متعلق في موضوع المشكلات الثقافية، وبالتالي احنا بحاجة مثلا فيما يتعلق في الغزو الثقافي يعتبر مشكلة ثقافية، الهوية الثقافية أيضا من المشكلات. فالتعريفات قاصرة يعني لم تبحث في موضوع المشكلات الثقافية. وأيضا يقول عدم قدرة التعريفين
على حل المشكلات الثقافية، ويقول ولا يشير التعريفان إلى وجود حالة معيارية في الثقافة. احنا سنذكر فيما بعد انه الثقافة الأصل ان يكون فيها هناك حالة معيارية يمكن ان نقيس فيها التقدم او التخلف مثلا في اي حضارة او في اي ثقافة. الثقافة ينبغي ان تنطوي على جانب معياري، وسنبين أهمية هذا الجانب المعياري. لكن هنا لا في منظمة اليونسكو ولا في تعريف تايلر السابق يعني ذكر شيء متعلق في موضوع وجود الحالة المعيارية في الثقافة. ويقول أيضا بأن التعريفان يجعلان المعتقدات عنصرا عاديا من العناصر المكونة للثقافة. مقصود هنا بالمعتقدات، لاحظوا هنا يعني إدوارد تايلر يعني جعل المعتقدات مثل الفن، جعل المعتقدات مثل التقاليد مثله مثل غيره. وبالتالي التعريف هو تعريف غير دقيق عندما يذكر أن هذه المعتقدات هي عنصر عادي مثل بقية العناصر المكونة للثقافة. ويقول أيضا مؤلف الكتاب أن تعريف اليونسكو للثقافة يشير أن الثقافة قد تكون بديلا عن الدين. يعني أرجو يعني وضع يعني خط تحت هذا الكلام الذي ذكرته أخيرا. منظمة اليونسكو كأنها أو لسان حالها كأنه يقول بأن الثقافة قد تكون بديلا عن الدين، لما قال أن الثقافة مجموعة من الأمور لها مزايا مادية وفكرية وثقافية وتتسم بالطابع الثقافي وتقوم بدور في تمييز مجتمع ثقافي ما إلى آخر هذا التعريف. يقول في النهاية وتشمل الحقوق الأساسية للإنسان نظم القيم والتقاليد والمعتقدات والثقافة التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير في ذاته. يعني كأنه يشير ضمنيا بأن هذه الثقافة قد تكون بديلا عن الدين. إذن هذه أهم الانتقادات التي وجهها مؤلف الكتاب لهذين التعريفين، تعريفان يتصفان بسعة الدلالة، تعريفان قاصران في فهم المشكلات الثقافية، لا يشير التعريفان إلى وجود حالة معيارية في الثقافة، وتعريف اليونسكو للثقافة يشير إلى أن الثقافة قد تكون بديلا عن الدين. طيب التعريف الثالث، ما هو التعريف الثالث الذي أشار له مؤلف الكتاب من تعريفات الثقافة؟ وهي تعريفات كثيرة كما قلنا، لكن هو يقف مع أربعة تعريفات. التعريف الرابع الثالث عفوا وتعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هي معروفة باسم اختصارها اليسكو. اليونسكو تابع للأمم المتحدة، لكن هذه المنظمة العربية، هذه عربية أسستها جامعة الدول العربية، يعني هذه منظمة تابعة لجامعة الدول العربية واختصارها معروف باسم اليسكو. في مؤتمر عقدته سنة 1985 تحت عنوان الخطة الشاملة للثقافة العربية، عرفت هذه المنظمة الثقافة وقالت بأن الثقافة هي مجموع النشاط الفكري والفني بمعناهما الواسع وما يتصل بهما من مهارات وما يتصل بهما من مهارات أو يعين عليهما من وسائل، فهي موصولة الروابط بجميع أوشط النشاط الاجتماعي الأخرى متأثرة بها من معينة عليها مستعينة بها إلى آخره. إذن هذا هو يعني تعريف لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
هل ارتضى مؤلف الكتاب بهذا التعريف؟ يعني هل هذا التعريف الذي ذكره أو ذكرته المنظمة العربية للتربية والثقافة في مؤتمرها المعروف باسم الخطة الشاملة للثقافة العربية سنة 1985، هل هو تعريف شامل وجامع ومانع؟ الجواب لا، حتى هذا التعريف هو تعريف قاصر، انتقده مؤلف الكتاب وقال بأن هذا التعريف اقتصر على النشاط الفكري والفني فقط. لاحظ في التعريف يعني يذكر النشاط الفكري والفني. طيب يا ترى وين النشاط الديني؟ النشاط الديني غير موجود. وبالتالي يقول مؤلف الكتاب بأن هذا التعريف للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لم يأتي معبرا عن روح الأمة العربية والإسلامية، لهذا السبب فهو ينتقد هذا التعريف. إذن تعريف لا يأتي ب أو لم يعبر عن روح الأمة العربية والإسلامية. هل تتابعون معنا ما ذكرناه قبل قليل؟ الطلاب اللي رافعين إيديهم أو اللي فتحت لهم المايك عفوا قبل قليل. واضح تمام. إذن لغاية الآن إحنا تحدثنا عن وش تكلمنا في بعض المقدمات الأساسية في موضوع الثقافة ومظاهر آمية الثقافة. بعدين تكلمنا عن تعريف الثقافة في اللغة وقلنا تدور على عدة معاني، ذكرنا هذه المعاني. وبالنسبة للتعريفات الثقافة قلنا هذه التعريفات هي كثيرة ولم يتم الآن اتفاق على تعريف محدد للثقافة، لكن أبرز هذه التعريفات أتى مؤلف الكتاب بتعريفات أربعة. تعريف إدوارد تايلور وهو أقدم هذه التعريفات، ثم تعريف منظمة اليونسكو وهي تابعة للأمم المتحدة، وانتقد هذين التعريفين. ذكرنا ما هي أهم الانتقادات الموجهة لهذين التعريفين، وذكر تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أيضا وجه انتقاده لهذا التعريف. أخيرا آخر تعريف من هذه التعريفات التي يذكرها مؤلف الكتاب وتعريف عام للثقافة. هذا تعريف الحقيقة يعني هو موجود ومبثوث في الكتب، يعني نقرأه دائما، بأن هو تعريف عام يسمى تعريف عام. الثقافة هي الأخذ من كل علم بطرف أو أن تعرف شيئا عن كل شيء. الأخذ من كل علم بطرف أو أن تعرف شيئا عن كل شيء، بعضهم هكذا يعرف الثقافة، وهذه من التعريفات العامة الموجودة. هل هذا التعريف هو تعريف صحيح للثقافة؟ تعريف شامل؟ تعريف جامع مانع؟ تعريف دقيق؟ لا، بل أيضا هذا من التعريفات القاصرة والناقصة، وقد وجه لها مؤلف الكتاب النقد وقال أنه كان هذا تعريف الأدب عند البعض. يعني حتى البعض يعني عرف الأدب بهذا التعريف، أن تعرف شيئا عن كل شيء وليس فقط يعني تعريف الثقافة. ويمكن أن نقول أيضا هذا التعريف يعني غير قادر على حل المشكلات الثقافية، غير قادر على حل المشكلات الثقافية. أريد أن أقف إلى هنا اليوم في محاضرة اليوم. المحاضرة القادمة نريد أن نبين ما هو تعريف الثقافة. هناك مفهوم جديد يذكره مؤلف الكتاب لتعريف الثقافة والتعريف الموجود أمامكم، وكل كلمة في التعريف لها معنى. سنشرح مفردات هذا التعريف الذي أتى به مؤلف الكتاب. خليني الآن أخذ إحنا عدد الطلاب الآن اللي داخلين 75 طالب وطالبة، الحمد لله. يعني باقي عندنا أقول 30 طالب الغياب، 30 طالب الغياب. ما أدري هل هم غير قادرين على الدخول، نعطيهم مجال أيضا
للأسبوع القادم حتى يستطيعوا أن يلحقوا بنا. طيب الآن بالنسبة للطلاب اللي بيحبوا يغادروا ما في هناك أي مشكلة بالنسبة لي. الآن اللي بيحب يظل موجود حتى يستفيد من الإجابة عن الأسئلة. أخذ الطلاب اللي رافعين إيديهم. نبدأ في ميس. ميس تفضلي. ميس تكلم يا ميس إذا عندك سؤال. ما في أي سؤال دكتور. ما في هناك أي سؤال. طيب أنا على أساس الطلاب اللي رافعين إيديهم. طيب أسيل. أسيل فتحت لك المايك. أسيل تفضلي. أسيل ما عندك شيء. طلعت أسيل. طيب براء. براء تفضلي. براء طيب إذا ما بكم تسألوا ليش ترفعوا إيديكم قاعدين؟ برفع إيده يعني معناته في عنده تعليق، في عنده سؤال، في عنده مداخلة. براء طيب. عبد الله صالح يعطيك عافية دكتور. الله عافيك يا مرحبا دكتور. ودي أسألك المحاضرة مسجلة ولا؟ نعم مسجلة، الرابط بعد قليل راح ينزل إن شاء الله. في شيء ثاني عبد الله؟ المحاضرات اللي راح الأسبوع الماضي ما أعطيت أنا محاضرات، وإنما كان يعني حديث ودردشة مع الطلاب حول وصف المساق وخطة المساق وتوزيع الوحدات وتوزيع العلامات والحضور والغياب والكتاب المقرر. وقلت قبل قليل إنه كل هذا الأمر تجدونه على صفحة مودل مذكور. هذه أول محاضرة يعني دكتور؟ أي نعم اليوم هذه أول محاضرة فعليا. نعم بدأنا بالحضور والغياب اليوم إن شاء الله. تمام عبد الله في شيء آخر؟ لا طيب. لا دكتور. طيب نشوف ماريا. يعطيك العافية دكتور. الله عافيك يا مرحبا. الله يسعدك. بس أسأل عن العلامات. نعم. المد والفاينل كم راح يكونوا؟ ادخلي على منصة مودل وبتشوفي يعني كل شيء موجود مفصل تفصيل كامل يا ماريا. خلاص أوكي تمام شكرا لك. أنت مسيحية ماريا؟ مسيحية نعم. طيب إذا أي شيء يعني غير واضح بالنسبة إليك يا ماريا اسأل يعني لا تستحي. خلاص تمام يسعد قلبك يا دكتور. ما بدي الثقافة الإسلامية اسألي عن أي شيء غامض عن أي شيء غامض. إحنا مستعدين للإجابة. يعطيك العافية. أهلا وسهلا في الجميع مسلمين ومسيحيين. يا مرحبا بقلبك. ما بدي طيب. في باقي أحد بده يسأل؟ براء بدك تسأل رافع إيدك. في بقي أحد بده يسأل؟ دكتور أنا دكتور. تفضل يا ابني. دكتور هسه إحنا المادة تبعتنا للأستاذ الدكتور عزمي طه مزبوط؟ مؤلف الكتاب نعم صحيح. الطباعة 2015 لأني مش عارف. خايف إني. ما في مشكلة. هي نفسها دكتور حاب أتأكد. المادة هي نفسها نعم يا ابني. يعطيك العافية. الله يعافيك يا مرحبا. طيب إذن اليوم ننتهي من محاضرة اليوم. محاضرة اليوم ستكون مسجلة، الرابط سينزل بعد قليل على منصة مودل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.